غرب ليبيا بدل تأمين منفذ رأس جديري وحده. في المقابل مجلس أمازيغ ليبيا يحذر من أي حراك عسكري يجر المنطقة إلى أحداث لا يمكن توقع نتائجها، ويطالب بحل الغرفة الأمنية المشتركة، فيما يأمر المجلس الرئاسي كافة الوحدات وآلياتها وآمريها بالعودة إلى معسكراتهم وعدم التحرك إلا بإذنه. فأي مشهد تعيشه المنطقة اليوم، وعلى ما ستقبل، وما التداعيات القريبة، وما وراء هذا الحراك العسكري، وما وجاهة موقف المجلس الأعلى للأمازيغ، وهل ستمتثل كافة الوحدات لأوامر الرئاسي، وكيف يفسر الصمت الحكومي؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها أرحب بضيوفي هنا في حوارية الليلة. معنا عبر الهاتف من طرابلس المتحدث وعضو غرفة الدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربية الرائد معاذ المنفوخ، وعبر سكايب من زوارة عضو المجلس الأعلى للأمازيغ سيد منير أبو السعود، وعبر سكايب من القاهرة المحلل السياسي سيد إبراهيم بالقاسم، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس معنا الناشط المدني سيد هشام حمادي، وعبر سكايب من الزاوية معنا من هناك المحلل السياسي سيد محمد الهنجاري. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. لعل أبدأ معك سيادة الرائد معاذ حول هذه المخاوف التي عبر عنها المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من هذه التحركات التي تقوم بها الغرفة الأمنية المشتركة، والقول بأنه التحرك في هذه المناطق سيجر المنطقة برمتها إلى أوضاع لا يمكن توقع نتائجها وفق ما يراه المجلس، كيف بدت لكم هذه المخاوف؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم عزيزي الكريم، وتحية طيبة عطرة ليك ولمستمعينا الكرام ولمشاهدينكم ولضيوفك طبعا. أولا بالنسبة لما أسلفت يعني ذكره بالنسبة لغرفة العمليات المشكلة بقرار من وزير الدفاع رئيس مجلس الوزراء، أنشئت هذه الغرفة لضبط الأمن للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي تحت مسمى غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي. هذه الغرفة طبعا تولي من تحت اختصاصاتها ومن تحت مهامها تأمين كل المناطق التي توجد بها يعني اختراقات، كل الأماكن اللي هي تشهد يعني نوع من عدم المثول لسيطرة مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر، متابعة ورصد الشكاوي اللي هي موجودة يعني في كل الأماكن يعني المتضررة، بسط الأمن. الغرفة قرار تشكيلها الذي كان يعني واضح وعلني وصريح في نصوصه ولا يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى تبرير. طبعا الأجهزة والألوية والوحدات العسكرية المشكلة بالقرار كانت تعتبر كل الأجهزة وكل الوحدات العسكرية اللي تنطوي تحت وزارتي وزارة الدفاع وتحت مجلس الوزراء ووزارة الداخلية. بالنسبة للعملية طبعا اللي هي موجودة، كانت العملية الأولى في عملية غديان واستلمت عن تأمين إلى عند غرفة العمليات المشتركة بدوريات مشتركة من الألوية والوحدات العسكرية والأجهزة والأجهزة الصوتية والأمنية إلى عند حدود القريات جنوبا. وايضا بعد ان تمت التامين بشكل كامل كانت هناك الوجهه الاخرى حسب التقارير اللي كانت يعني وارده والشكاوي الى منطقه منطقه التصدير الحدودي. ما طبيعه الشكاوي التي وصلتكم حتى بناء عليها تحركتم باتجاه المعبر؟ وهل هناك اوامر فعليه بوجوب التواجد داخل المعبر وتامينه والاشراف على سير العملي فيه؟ طبعا بالنسبه للعمل ليس تامين المعبر بحد ذاته. طبعا المعبر الجهه المختصه بشكل رسمي بتامين المعابر والمنافذ هي طبعا اجهزه شرطيه بشكل كامل تنطوي في تحت مباحث الجوازات ومديريه الامن اللي هي يعني المنفذ ومركز شرطه المنفذ والامن الداخلي وجهاز المخابرات العامه وايضا البراسم وايضا الجمارك واللي هي يعني وزاره الماليه وايضا جيش الشرطه الزراعيه والرقابه على الادويه والاغذيه وغيرها. بالنسبه للشكاوي اللي هي موجوده في المنطقه، كثره التهريب، كثره استغلال ظروف المواطنين، هناك يعني نوع من الابتزاز يعني يمارس،
وايضا وجود فكره وجود القوه، القوه ليست هي قوه دائمه حتبقى في منفذ راس الجدار، هي قوه لتامين التامين يعني تمكين قرارات مؤسسات الدوله. عرضت بعض القرارات في السابق من جهات الدوله الرسميه من تسليم واستلام وكذا وغيرها، فهذه القوه هي لتنفيذ قرارات الاجهزه المختصه وقرارات الجهات المختصه للدوله في منفذ حدود راس الجدار. هذا الأمر متعلق فقط، الشكاوى متعلقة برأس جدير، أم نتحدث أيضا عن معابر أخرى حدودية أو حتى معابر جوية بها مشاكل وربما إشكالات كما هو الحال وكنت تتحدث عنه سيادة الرائد في معبر رأس جدير؟ نعم، الأولوية تأتي يعني بدرجة وحجم يعني الشكاوي وحجم الضرر، فهي كانت يعني الأولوية إلى منفذ رأس الجدار. هناك بعض المنافذ يعني الأخرى وهناك بعض الإشكاليات الأخرى، هذيك يعني حيكون ترتيبها لاحقا حسب الأولوية. وبالتالي مسألة القبول أو رفض هذا الحراك العسكري من قبل الأمازيغ تحديدا، المجلس الأعلى للأمازيغ، ما الذي تودون قوله في هذا الإطار؟ بأنه الاعتقاد لدى المكون أو لدى المجلس الأعلى بشكل أدق بأنه هذا الحراك أو التحرك العسكري سيجر المنطقة إلى 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 نتائج لا يمكن توقعها. نعم طبعا، بالنسبة لي سلفنا احنا طبعا الذكر في بيان على صفحة الغرفة الرسمية وفي أعتقد في قناتكم الموقرة قبل يومين، وصلنا رسالة يعني واضحة. الأمر يعني لا يوجد فيه أي استهداف لأي مدينة بحد ذاتها أو لأي مكون أو لأي قبيلة أو لأي منطقة بحد ذاتها، بل حتى القرار اللي هو كان مشكل للجنة تشكيل يعني الغرفة للدفاع عن الغرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي، كان قرار يعني هو بسلوكات وإلى وحدات موجهة إلى وحدات عسكرية وإلى أجهزة أمنية وإلى وزارات وإلى غيرها، فلم يكن مسمى يعني بمسمى أشخاص لتصنيفهم يعني العرقي او تصنيفهم القبلي او لغيره، فهي يعني المسميات الاجهزه والمسميات الالويه ولوحدات عسكريه بشكل مباشر. وبعض الوحدات العسكريه في منها يعني كتائب موجوده يعني برئاسه اشخاص يعني من زواره، هذا بشكل عرفت خاص زواره يعني بشكل خاص. وايضا بالنسبه للغرفه الميدانيه الفرعيه اللي هي موجوده الان في راس الجدار، اصلها ضابط امازيغي من احدى مدن الامازيغ، احدى مدن الجبل. وبالتالي الغرفة وقواتها الآن متواجدة في ذات المواقع والأماكن التي حددت لها، سواء متعلقة بإما معبر رأس جدير أو حتى المعسكرات الأخرى المحيطة في مختلف المناطق هناك، متواجدة هذه القوات، لم تتحرك، لم تنسحب، لم تغادر المنطقة؟ لا طبعا، بعد التعليمات التي أصدرت يعني بشكل مباشر من القائد الأعلى للجيش الليبي تم بشكل فوري التنفيذ ورجوع يعني الى الاماكن العسكريه. وطبعا بالنسبه للغرفه على تواصل وعلى تنسيق كامل مع المجلس الرئاسي والقائد الاعلى للجيش الليبي ووزاره الدفاع ورئاسه الاركان العامه، وايضا يعني لكل كتابات الغرفه وتكاليفها وغيرها دائما توجد تقارير دوريه وتوجد دائما صوره احاله للجهات المختصه اللي هي من ضمنها المجلس الرئاسي القائد الاعلى للجيش الليبي. طبعا ما زالت متمركزه في مكان تمركزها غرفه العمليات الميدانيه الفرعيه اللي هي مختصه في برنامج تنفيذ الاجهزه قرارات اجهزه الدوله المختصه في المنفذ الحدودي راس جدير. تم يعني تشكيل مقر في اعداد مقر يعني في منطقه بومتون للمتابعه يعني اليوميه والدوريه، فهي الان ما زالت موجوده في منطقه بومتون كغرفه عمليات فرعيه للغرفة عمليات مشتركة الدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي. هل هناك أي اجتماعات متوقعة أنها ستعقد خلال الساعات القادمة، خلال الأيام القادمة، مع من يمثل الأمازيغ، منهم ربما المجلس الأعلى للأمازيغ ليبيا، بشأن أو حول مسألة تبديد هذه المخاوف التي يعبرون عنها؟ زد علي أنه ما قاله المجلس بأنه الغرفة لم يتم إشراك فيها أي من مكونات أو قوات الأمازيغ، وبالتالي تم تجاهلهم في هذه الغرفة، ما ردكم على ذلك سيادة الرائد؟ أولا طبعا قرار تشكيل الغرفة لا يوجد فيه أي مبدأ جهوي ولا أي مبدأ قبلي، ولم يكن على أساس محافظة ولم يكن على أساس مدن، إنما القرار تم يعني بصفات بالأجهزة قرارات الأجهزة التابعة بشكل مباشر إلى رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، يعني تم تسمية من تمش يعني تسمية يعني بأشخاص ولا تسمية يعني بأسماء، وإلى كل من سميت يعني الأجهزة فقط ولم يكن الإجراء يعني بأسماء،
وايضا في نفس الوقت بتامر غرفه العمليات الميدانيه الان اللي هو موجود في زلطن ومسؤول على اجراءات التسليم والاستلام وتمكين مؤسسات الدوله وغيرها في منطقه راس الجير هو ضابط امازيغي يدفع احد الوحدات العسكريه وهو موجود ايضا في منطقه راس الجير. فليوجد هذا اولا طبعا بالنسبه للمسمى كقوه تدفع مثلا مسمى قبلي او قوه تدفع مسمى شعوي او عرقي او غيره او مكون ثقافي. هذا الان يعني من اصبح يعني حتى الخطاب اسلوب الخطاب هذا لم يعد موجود. فممكن صحيح ان في السنوات القادمه كانت هناك يعني تشكيلات يعني قبليه اسامي يعني كتائب باسماء يعني عائلات باسماء قبائل باسماء غيرها، لكن اما الان في اخر 3 سنوات على الاقل ان التحور الذي صار والذي حدث يعني في المنطقه والشكل المؤسسي الذي حصل في المنطقه لم يعد موجود يعني هذه المسميات ولم تعد موجود يعني هذه المكونات. بتشكيل يعني بشكل يعني قوه او بشكل او باخر. وايضا لا يوجد فيه يعني اي استهداف هو اصلا لا لمكون في حد ذاته ولا لمكون الامازيغ ولا لغير الامازيغ ايضا. والقوه اللي هي موجوده يعني مشكله من كافه لكن هو الاستفهام يا سياده الرائد هو صحيح أن الغرفة وفق ما تقوله أنت الآن أنه لم تتشكل على أساس قبائل أو على أساس مدن، وبالتالي يجب إشراك الجميع في هذه الغرفة، لكن هناك أجهزة أمنية وعسكرية من مختلف المناطق والمدن. لا يوجد أي أجهزة أمنية وعسكرية من هذه المناطق التي تمثل الأمازيغ يمكن أن تقوم بذات المهام التي يمكن أن تقوم بها القوات الأخرى التي شكلت هذه الغرفة؟ نعم طبعا بالنسبة للأجهزة اللي هي موجودة على سبيل المثال بعض الأجهزة اللي هي موجودة كرئاسة أجهزة موجودة في داخل القرار عند مكاتب وعند فروع عند ضباط التظاهر ورؤساء مكاتب الفروع في مدينة زوارة ورؤساء مكاتب الفروع من الأمازيغ ويتبعوا يعني بشكل مباشر. وبالتالي أختم معك بهذه الجزئية، أنت في هذه الحالة سيادة الرائد تؤكد على أنه الغرفة الأمنية المشتركة امتثلت لأوامر الرئاسي التي أصدرها لمختلف القوات بالانسحاب والتراجع إلى مقراتها؟ نعم طبعا المقر اللي هو مقر غرفة الأمنيات المشتركة الميداني اللي هو موجود في منطقة زلطن. هل هناك أي اجتماع مرتقب مع الرئاسي بصفته القائد على الجيش للتباحث حول هذا الأمر أيضا؟ طبعا وفق التعليمات يعني في تواصل بشكل مباشر مع القائد على رئاسه كان وزاره الدفاع بشكل يومي بشكل مباشر بين يعني الغرفه وبين يعني الجهات المختصه. وايضا اذا دعا المجلس الرئاسي الاجتماع في اي وقت اكيد يعني حتكون الغرفه ممثله وحتكون حاضره وتكون موجوده. وايضا بالنسبه للتواصل مع اخواتنا مكون الامازيغ هذا طبعا ما فيش اي شك تواصل دائما يعني مستمر وما فيش الايدي طبعا دائما ممدوده بحكم ان العمل يعني العمل هو يمس الدوله يعني بشكل كامل بكافه مكوناتها وبكافه اطيافها. وايضا ما هوش يعني محدد يعني ضد عرق معين او بشيء معين بالعكس تقرب حتى الصوره ممكن اللي وصلت لاخوتنا في المجلس الاعلى لكونغرس الامازيغ في ليبيا او ما نعرفش ممكن الخلفيات اللي هي كانت موجوده او الرساله اللي هي وصلت او الحجم التهويل الموضوع اللي هو كان يا اخي بالعكس يعني حتى الغرفه المشتركه حتى العدد الاليات والقوه اللي هي كانت موجوده كانت قوه محدوده جدا وكانت يعني بتنسيق يعني بشكل مباشر مع حتى المكونات يعني في المدينه الزواره كان في نوع من انواع التنسيق مع المكونات في المدينه وجاء بناء على بعض التنسيق ان تم يعني اشكرك يعني بشكل مباشر. والمنطقه العسكريه اللي هي فيها مجموعه من الكتائب والوحدات العسكريه الممثله شخصيات من المدينه يعني غير. شكرا جزيلا لك الرائد معاذ المنفوخ عضو الغرفه الامنيه المشتركه للدفاع عن المنطقه الغربيه والجنوب الغربي وايضا الناطق باسمها، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخرى لأبدأ النقاش مع بقية الضيوف، أجدد الترحاب بهم جميعا. سيد منير أبو السعود، إذا استمعت إلى ما قاله سيادة الرائد معاذ المنفوخ هنا قبل قليل في نقاط عديدة منها ما هو متعلق بأنه هذا الحراك أو هذا التحرك العسكري غير مقصود به مكون أو مدينة بعينها، إنما جاء تحركهم العسكري نتيجة للشكاوى التي وصلت إلى الغرفة حول ما يحدث في معبر راس جدير من تجاوزات وإشكالات. كيف بدأ لكم أنتم هذا الحراك العسكري عقب استماعكم
إلى ما قاله السيد معاذ المنفوخ وإلى تحرك الغرفة منذ البداية بالنسبة لكم، لماذا تتخوفون أو رفضتم هذا التحرك العسكري؟ دعنا نقول ذلك سيد أبو السعود. السلام عليكم، أول شيء نحيي ضيوفك. أهلا وسهلا. وأحيي قناة ليبيا الأحرار والأمة الليبية. طبعا احنا كمجلس أعلى لمزيغ ليبيا والمدن اللامازيغية ما كناش في الصورة لما وصلت القوة إلى زوارة بدون تنسيق مع أي هيئة أو أي مؤسسة في المدن الأمازيغية، وأعتقد أن هذا واحدة من الأخطاء اللي انعملت من خلال الغرفة المشتركة، لأن احنا عندنا غرفة عسكرية موجودة في المدينة وتابعة القائد الأعلى وتابعة للجيش، فالمفترض فيه يكون فيه نوع من التنسيق بيناتهم حتى يعني يكون عندهم علم. احنا فوجئنا بمجموعة من الرتل الكبير من السيارات في داخل المدينة ولا وجود لعلم يعني لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة الموجودة في المدينة، يعني ليس لها علم. أعتقد أنه شيء ما كانش فيه تنسيق جيد، وثانيا ما أعتقدش أن هناك حجم كبير من الشكاوي من رأس جدير فقط، يعني المعابر الموجودة في كل المدن، أعتقد في طرابلس موجود معبر وفيه كثير من الشكاوي وهو أقرب إلى الغرفة الأمنية من زوارة. أعتقد لو هم يعالجوا المشاكل الموجودة في مطار معتيقة مثلا، وواحد من المنافذ المهمة، لكان أولى منهم أن يعالجوا المشكلة الموجودة في المشاكل الموجودة في رأس جدير. رأس جدير أعتقد ومدينة زوارة الأمن مستتب ولا وجود لأي دواعي أمنية تجعل من الدولة أن تعمل هالشوشرة هذه. فإحنا يعني كمدينة أمنيا يعني مؤمنة بشكل جيد من 2011 إلى حد الآن، مستوى الجريمة فيها أقل ما يمكن، المؤسسات اللي تشتغل بالكامل، رأس جدير يشتغل حتى لو فيها اكتضاض للعابرين للناس اللي تعبر في الحدود، هذا نتيجة لأمور إدارية خارج عن إدارة معبر الحدودي الليبي، بل بالعكس هي أعتقد عندها علاقة بالمعبر من جهة إخواننا دولة تونس، هو يعني سبب في ربكة في الحركة، ولكن هذا لا يعني أنه هو في شكاوي، يعني شكاوي عادية جدا، والتهريب ما يصيرش في المعبر نفسه، يصير خارج المعبر، وأعتقد أن فيه جهات أمنية تابعة للدولة تقوم بواجبها في مناطق حدودية، ومش عارف ليش يعني بيجيبوا القوة المشتركة. والقوة المشتركة إذا كانت أنت تبني قوة مشتركة في هالظروف الحالية هذه، يلزم يعني من المفترض أن يكون في مشاركة من كل المدن، على الأقل المدن اللي أنت تنشر فيها الأمن، اللي تنشر فيها الوحدات هذه. يعني مش معقول تجي مدينة زوارة وتنشر فيها وحدات مش من، وإحنا عندنا وحدات تابعة للجيش، ليش ما تنشرهاش معاهم؟ على الأقل يكون في نوع من التنسيق بيناتهم. لكن الغرفة يا سيد أبو السعود، إذا استمعت إلى سيد معاذ كان يتحدث قبل قليل، قال إنه الغرفة لم تنشأ، تركيبة قواتها لم تنشأ على أساس قبائل، على أساس المدن، إنما حددت أجهزة بمهام معينة. كيف بدت لكم هذه التصريحات على الأقل أنتم كأمازيغ في هذه الحالة؟ كل الأجهزة اللي يتكلم عليها عندنا منها في مدينة زوارة، ليش ما يأخذوش منهم؟ هذا سؤال للسيد الرائد. اللجنة المشتركة يعني احنا كأمازيغ حقيقة لقينا أرواحنا ان احنا مهمشين من كل الجهات. احنا كعسكريين عندنا عسكريين ممكن يكونوا موجودين معهم في اللجنة المشتركة، عندنا وحدات عسكرية ممكن تكون موجودة في اللجنة المشتركة، ليش ما تكونش موجودة معهم بحيث تنشر الأمن في المدينة، ما يكونش فيه نوع من الحساسية بين حتى التركيبات العسكرية الموجودة في زوارة والتركيبات القادمة. واضح. لما يكون فيها تداخل بيناتهم وعمل مع بعض، فما يصيرش فيها نوع من الحساسية. نعم. لكن لما تجي تخش علي بقوة ما يعني ما نعرفش
انا الحقيقه ما نعرفش شنو تكوينها، يعني قوه جايه خاشه لمدينه بدون اي ترتيبات، شنو بتقول عليها هذه؟ سأعود لك قوه سيد غازيه. منير لاحقا، اسمح لي أن أشرك بقية الضيوف في النقاش الآن. سيد إبراهيم بلقاسم، أنت استمعت إلى الروايتين على الأقل، ما يقوله المجلس الأعلى للأمازيغ في نظرته لهذا الحراك العسكري وهذا التحرك العسكري باتجاه المعبر؟ قوبل برفض وتخوف، دعنا نقول بل وتحذير، من ربما هذا التحرك العسكري سيجر المنطقة إلى أحداث لا يمكن توقع نتائجها. والتطمينات التي قدمتها الغرفة انطلاقا من تصريحات السيد منفوخ قبل قليل تبدو لك كافية؟ أهلا بك سيد نبيل في البداية وزول في اللون. حقيقة المخاوف الأمازيغ، مخاوف المجلس الأعلى للأمازيغ، مخاوف مشروعة باعتبار أنها من فترة بسيطة كانت في حالة صدام مع وزارة الداخلية في الجبل الغربي أو جبل أنفوسا في مسألة ما عملية ضم البلديات، وإلى الآن هذه المسألة لم يتم حلها ولم يتم الوصول لها إلى حل نهائي، وما زالت قائمة، ما زال الملف مفتوح صراحة، ملف ضم البلديات في الجبل الغربي. مسألة وجود قوات وعناصر جزء منها من خارج المنطقة تتجه لمعبر راس جدير، أو بالأصح في هذه المنطقة تحديدا دون التنسيق مع المكونات المجتمعية الموجودة من الداخل، حتى وإن كنا نشهد لها بالكفاءة وبالجدارة وبالمهنية في أداء عملها، هي مسألة مش منطقية. من الواقع، من الطبيعي ومن البديهي. سيد إبراهيم بلقاسم، يبدو أننا فقدنا الاتصال به، سنعود الاتصال به لاحقا في سياق هذه الحوارية. أذهب إليك سيد هشام حمادي، ما الذي استشعره بالفعل اليوم الأمازيغ لكي يحذروا عبر المجلس الأعلى للأمازيغ من أن هذه التحركات العسكرية باتجاه المنطقة والمدن المختلفة قد تجر المنطقة إلى واقع لا يمكن توقع نتائج؟ هل هي مخاوف حقيقية واقعية أم ربما تحمل أسباب وخلفيات أخرى غير واردة ومفهومة للعامة على الأقل؟ زول السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا أنا ممكن أتكلم بصراحة أكثر في الموضوع هذا. الموضوع ليس كما هو في الظاهر، فالموضوع له خلفيات سابقة منذ 2011 أو منذ 2012. مسألة الحدود الإدارية في المناطق الأمازيغية وإدخال قوات عسكرية ونحن في مرحلة بناء الدولة، كما تعلم جيدين نحن الآن ليس وفق من بداية مرحلة المخاض الذي حدث عند التأسيس، اللجنة التأسيسية في الدستور، وعندما خذلنا شركاؤنا في الوطن بمشاركتنا في مسودة الدستور وأصدرت مسودة الدستور، كانت هناك نداءات من البداية بأن هناك تدعيات أنها ستحدث. نحن ليس شركاء، حتى نحن متخوفين وليس شركاء في الوطن حتى تأتي لنا قوات عسكرية وتدخل إلى مناطقنا. نحن نفس الأسباب التي جعلتنا في البداية نقف ضد مشروع عسكرة الدولة، نفس الأسباب متوفرة الآن. كما نعلم إن الكتائب العسكرية التي تحاول الدخول إلى مناطق الأمازيغ هي لا تتوفر فيها معايير الجيش أو معايير العسكرية، وتعلم يعلم الليبيين جميعا بأن هذه الكتائب العسكرية لها ولا لأشخاص ونعلم جيدا. ولكن ما قام به الآن المجلس الرئاسي، ونحن نشكر المجلس الرئاسي على هذا القرار الذي استعمل فيه الحكمة والعقل، ونشكر أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الرئاسي نيابة عن حتى كل الأمازيغ في ليبيا، نحن لنا تخوفات حقيقية. هو ليست مسألة الموضوع هي ليست مسألة التهريب. نحن كأمازيغ
لا نساند التهريب. التهريب هذه جرائم يشرمها القانون، جرائم اقتصادية، وكل من ارتكب جريمة في جميع أنحاء ليبيا ليس في مناطق الأمازيغ فقط فهو معرض للمساءلة ومعرض للعقاب، هذا ليس. لكن نحن لنا أسباب أخرى وحقيقية ومخاوف لازم أن يعلمها الجميع، ونحن طرحنا هذه المخاوف حتى إلى البعثة الأممية والأمم المتحدة. إن نحن الآن هناك حقوق تتعرض للاضطهاد يوميا. مثلا نأتي مثلا نحن في طرابلس، مثلا جميع الحقوق المتوقفة في طرابلس، لا يمكن لأبنائنا تسمية أساميهم بسبب لا يمكن ولا تمكن أن تقوم بأي شيء. هذا موضوع مربوط، هذا ربما قد يكون نقاش آخر، الموضوع حتى مربوط. نبقى في صلب الموضوع ونكون دقيقين أكثر. قد يقول لك قائل بأنه الغرفة تحركت في مدن ومناطق مختلفة من غريان وغيرها في المدة الماضية، لماذا في هذه الحالة وفي هذه المرحلة عندما تحركت باتجاه المعبر اعتبرها المجلس على مزيغ بأنها تجر المنطقة إلى واقع آخر، ربما تعتبرها بأنه تستهدف مكون الأمازيغ لوحدهم؟ عفوا انا المثال بك اعطيته لك مثال على سبيل المثال بس، لا انا اقول لك انه منذ فقط. تشكيل هذه الغرفه الأهم خاصية استمعت اليه المثال وصلك اهم خاصيه عفوا اهم خاصيه في القانون هو العموميه. فعندما نريد تطبيق القانون نطبقه في جميع معابر ليبيا، في المواني، في المواني الجوية والمواني البحرية، وكذلك حتى المؤسسات الاقتصادية الكبرى كالمصانع وكذلك، هذه كلها لا تخضع لسيادة الدولة ولا تخضع ويجعل من الليبيين جيدا. لماذا يتم تطبيق القانون؟ أو نحن ليس ضد أن نلتزم بالقانون، ولكن نحن منذ البداية وهي أزمة مرتبطة مع بعضها، لا يقبل الأمازيغ أي قوات عسكرية وليس هناك ضمانات لحقوقنا في مناطقنا. فنحن ليس ممثلين لا في هيئة الدستور ولا في الحوارات التي حدثت إلى حد الآن. فالأمازيغ لا هم الآن ليس شركاء في الوطن، لذلك أي اعتداء عليهم من خارج مناطقهم يعتبر من حق الأمازيغ التخوف من هذا الإجراء ومن هذا. فالانتهاكات توجد حتى في المؤسسات الدينية والانتهاك، نحن نتخوف من أشياء أخرى لأن فرض سيطرة سلطة عسكرية لا تنضبط أصلا ليس تنضبط تحت هرم السلطة. ولكن أهو الآن صدر قرار من المجلس السياسي ويشكر هذا سنأتي لمناقشته وكيف ينظر إليه على الأقل الترتبية العسكرية. نعم اسمح لي فقط حتى لا نطيل على البقية، سنأتي لهذه النقطة، مسألة الرئاسي وإصداره الأوامر. وبالمناسبة أذكر بتصريحات الرائد معاد المنفوخ المتحدث باسم غرفة العملية المشتركة لدفاع المنطقة الغربية، الذي أكد قبل قليل للأحرار بأنهم انسحبوا إلى مواقعهم في زلطن بناء على أوامر القائد على الجيش. وبالمناسبة هذا الخبر تشاهدونه مشاهدين أسفل الشاشة. سيد الهنغاري، نظرتك إلى ما كان يتحدث عن السيد حمادي وأيضا ربما ما كان يقوله السيد أبو السعود هنا، على أن هناك انتقائية في التعامل مع مسألة الانتهاكات والإشكالات ومسائل التهريب وغيرها على المعابر الحدودية ككل، لو قارناها بمعبر رأس جدير وغيره من المعابر الحدودية، ما مدى وجاهة مثل هكذا طرح؟ أول السلام عليكم وتحية كافة ضيوفك الكرام. أهلا بك. الحقيقة يعني أنا مستغرب يعني استغلال هذا الحدث، يعني استغلال مشين، يعني أنه يستهدف عرق، أن قوة حركته واستلام منفذ يستهدف عرق، يعني عار في العصر الحديث وعصر في دولة احنا متقدمين. يعني هذا كلام كله موجود، هو كل صراع عصابات نهاية، عصابات تهريب، خلينا نتكلم بفقر وبصراحة يعني. لكن استغلال هذا الحدث بالعصابات إلى عرق هذا شيء مشين. أنا زاوي وعايش مع الزورية وحبابي الزورية وكذا، ولا نعرف أمازيغي ولا نعرف واحد، يعني عندي كلها سسواء، ومن حق أي مكون في ليبيا مكون اجتماعي يمارس هو حقوقه كاملة، ثقافته غيره يمارسها بكل حرية، لغته غيره، ما هذه ما فيها شيء. ولكن
قيام الدولة هنا يختلف تماما، تنازل لازم الجميع. قيام الدولة، الدولة هي الدولة التي لها حدود ومسيطرة على هذه الحدود وبسط نفوذها على كل الحدود، من غيرها ما يعترفوش بها دولة، لا تعتبر دولة. مجتمعنا يا سيد نبيل حالي والجميع هو مجتمع بدائي، والمجتمع دائي مصنف سياسيا بالعلم السياسة، أنا بالعلم أتكلم على ذلك. السياسة هو المجتمع الذي استحوذ على منافذ ومرافق الدولة الاقتصادية والعسكرية، يصابها قبيلة أو جماعة، هذا والسلاح كذلك يعتبر مجتمع بدائي. أما المجتمع السياسي الذي نسعى إليه وبعد 17 فبراير بالضبط، هو مجتمع تحتكر فيه الدولة المنافذ، تحتكر فيه العنف، السجون، السلاح، كله يحتكر للدولة. لكن كيف نعطي المجال للدولة هذه؟ الدولة لابد من تنازل. أنا نسمع في الأخوة يقول لا خير ذاك، أنا منفذ مصراتة أو منفذ مصراتة، أنا منفذ الكفرة، أو كل المشاكل هي حاطة بجميع المنافذ. حقيقة المنافذ كلها تسيطر لها قبائل، جماعات مسلحة مستنزف بالتهريب بهذا الشكل. لا ندخل أنفسنا مفروض نحن في أمور هذه. الدول المجتمع اللي هو مختلف الثقافات في العلم السياسي الاجتماعي في الاجتماع السياسي هو مجتمع يتقدم بسرعة، أما المجتمع الوحادي هو مجتمع يصبح متخلف والتقدم السياسي بطيء. أنا من المجتمع الذي هو مختلف الثقافات، مختلف الأعراق، مختلف الأديان، هذه مشكلة. شوف الولايات المتحدة الأمريكية مثال على ذلك، زي مثل العراق تلقى ياباني يقول لك الأمريكي يتساوى مع الرئيس الأمريكي اللي هو جنس آري في الحقوق والواجبات، لأن تجاوزوا هزموا العدو اللي هو التمحور العرقي والتطرف الديني، هزموه فانتصر، تصبح الدولة أكثر حتى من أوروبا اللي هي عانت من المشاكل هذه. هذا واضح، لكن يقول لك السيد منير أبو السعود هنا إن كان هناك اعتقاد أو نظرة بأنه معبر رأس جدير فيه من الانتهاكات والإشكالات والتهريب ما يكفي، لماذا لا تنظر الغرفة ومن شكلها إلى بقية المعابر الحدودية الأخرى، رغم أنه وفق نظرته هو المعبر الحدودي مؤمن بالكامل ولا يتحدث عن تهريب؟ هذا ما يراه سيد الهنقاري. باهي من أين تبدأ الدولة؟ إذا كان كل واحد عنده معبر فيه تهريب، صراطة بها تهريب، زاوية بها تهريب، الكفرة بها تهريب، كل فيه تهريب، إخدامس مسيطر عليه مجموعة مش دفع قدك، لا حتى نخدم المنفذ هذا اللي يعني الشعب الليبي عالي والجزائري عالي من التواصل بقلة المنفذ، يا جماعة مسيطر المنفذ قاعدة ومطبع متسكر، قالك ما طلعش من هنا يعني فتحت باهي مسكرت باهي. هذه قلت لك، أنا أحكي لك إن سبب الأزمة في ليبيا وسبب عدم التقدم السياسي هي العقلية هذه نواجهها الآن، هي القبلية والعقلية والتطرف الديني اللي دفعنا فيه ثمن. هذه شيء ما يقيمش دولة في العصر الحديث. لازم نتناسى الأمور هدية. أنا اللي تساوى مع أي واحد ليبي إن شاء الله أسود أبيض أزرق أحمر، في أمريكا أسود حكم أمريكا من جاي من أفريقيا، واضح الخريب الحاضر. ليش إحنا نقعدون عنه؟ هذه أمراض اجتماعية يعني، هذه أمراض لن تقيم الدولة بها، تستغلها العصابات الإجرامية في تهريب البشر والتهريب الوقود. لماذا تشخص على أنه مرض ولا تشخص على أنه أساس مخاوف قد تبدو مشروعة والدولة في حاجة إلى الجلوس مع من يعبرون عنها؟ لماذا تدف اتجاه بأنه مرض وهذا مجتمع بدائي وتقدم تجارب للديمقراطية؟ في ثواني سيد الهنقاري، في ثواني كبير. احنا أولاد المنطقة ونعرف بعضنا كلنا ونعرف وش صاير ومش صاير، فنعرف الأسباب، هي كلها هي أسباب جماعات وجماعة وناس ثانية تتكلم تستغل بالقبلية، تستغل فيها باش تغطي عليه مجرمين وتغطي على غيره، صارت عندنا في كل أكثر مدينة. هذا مجتمع بالكامل يعاني من المرض. أنا نقول لك مجتمع كامل، لا نخص شخص حد، احنا مجتمعنا كله في كل مكان في ليبيا مازال يعاني من مرض، إلا بقعة قليلة ممكن تلقى في طرابلس نص من اللي تلقاه متعايشين، كل واحد من جنس وكل واحد من واضح تماما. سيد الهنقاري، سيد منير أبو السعود، هذا المنطق أو هذه النظرة تبدو في سيد الهنقاري والرفض لهذا التحرك العسكري أو الأمني، سميه كما تريد، باتجاه المعبر وما يحدث فيه وفق ما تراه الغرفة، بأنه يعيق قيام الدولة، وبالتالي يدرك تماما هناك إشكالات، لكن طالما هناك إشكال في معبر رأس جدير فوجب على الدولة التحرك.
طبعا انا احيي الهنغاري. احنا اذا كنا بيقيموا دوله مدنيه، دوله عدل ومساواه، لازم نشعر انا كمواطن في هذه الدوله بحقوقي وانني موجود، وكل الحقوق اللي مفترض ان تؤخذ تكون موجوده عندي. في اثناء احنا حاليا دوا في ليبيا في مخاض، ما زلنا لم نوصل الى الدوله المدنيه اللي ينشدها الهنغاري. صحيح لازم تنازلات، ولكن التنازلات مش على حساب على حساب مكون دون المكونات الاخرى. التنازل لازم يكون من الجميع. لما يكون التنازل من الجميع يكون فيها نوع من العدل والمساواه بين الناس. فاحنا مع الدوله المدنيه، واحنا راهو بالنسبه للقبيله ما هيش موجوده في المناطق الامازيغيه. احنا مدن بدون قبائل، احنا نسيج مجتمعي متكامل. القبيله يعني ما عندهاش هذاك الدور الكبير زي ما موجود في بعض المكونات الاخرى الليبيه. احنا يعني مدن بمعنى المدينه، مش معنى قبيله. احنا لن ليس لدينا نعره القبيله، ولكن احنا نبقى حقوقنا منتهكه زي ما قال الاستاذ حمادي. احنا لم نتحصل على حقوقنا الى حتى الان. يعني فهذه المخاوف تجي من هالمنطقه. هذا اذا كان انت حقوقي ما اخذتهاش منك، فكيف بتفرض علي انك انت تكون يعني تسلط علي قوه معناها انا ما عادش ناخذ حقوق؟ لكن قد ينظر اليها لانه خلط يا سيد ابو السعود. اسمح لي فقط حتى نقول لك وجهه نظر اخرى مخالفة لنظرتك هذه، وبالتالي يحق للحق لك أنت وبقية الضيوف التعقيب والرد. أنه مسألة حقوق الأمازيغ السياسية المتعلقة بمطالبات عدة منذ صياغة مشروع الدستور عبر الهيئة وغيرها من المشاورات والحوارات، ما يشعرونه عن أنهم يهمشوا من هذه الحوارات، هذا جانب. لكن يتم الخلط الشعور بالمظلومية في مرحلة ككل سنوات الأزمة، وربطها بالآن بتحرك أمني هدفه، تقول الغرفة، السيطرة على المعرب ومحاربة التهريب، هذا خلط بين كل الأمور وفي أمر واحد، وقد لا يكون مقبول أو مفهوم على الأقل بالنسبة للسيد الهنغاري، ونفته الغرفة. هذا النفي غير كافي بالنسبة لكم أنتم كأمازيغ؟ والله إحنا في أقل من دقيقة عبرنا. تفضل. إحنا عبرنا في بياننا على المخاوف الموجودة، وأعتقد مخاوف مشروعة، ولان زي ما قلت لك احنا مش موجودين. يعني لما تكون انت مش موجود ضمن الخارطه اللي تتحرك هذه، فبالتالي حيكون عندك مخاوف بالتاكيد. انا لو موجود معاهم، لو اشرفوا القوى الامنيه الموجوده في المدينه او في المدن الامازيغيه معاهم في الغرفه، لكان فيه نوع من التفاهم ونوع من الرياحيه، يعني نرتاحوا للعمل. لكن لما تجيني قوه من منطقه معينه، هي زي ما قال الاخوه، يعني احنا ما زلنا ما وصلناش لجيش احترافي يتكلم كجيش. احنا قاعدين، حتى الجيش الموجود هو عباره عن 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 يعني ميليشيات موجوده، نعم، وتتبع لاشخاص معينين. واضح. احنا ما زلنا ما وصلناش للدوله للجيش اللي يعبر عن انه هو جيش احترافي. فأعتقد أن يعني الغرفة المشتركة إذا كان يبوها تشتغل، وإحنا مع الدولة أن إحنا نفرض القانون وهيبة القانون، ولكن لازم نكون متواجدين فيها، نشعر بمواطنتنا. إحنا أنا مواطن ليبي، يعني إذا كان شعرت أن أنا مواطن ليبي مفترض فيه نكون مشارك في كل شيء. واضح تماما سيد منير. سيد إبراهيم، خارج اللعبة. اسمح لي، أنا خارج اللعبة، أنا مش مواطن. فبالتالي عندي تخوفات لازم نذكرها. اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى السيد إبراهيم بلقاسم الذي فقدنا الاتصال به قبل قليل، حول وقعية هذه المخاوف التي يعبر عنها المجلس الأعلى للأمازيغ ليبيا ومعه كثير من الأمازيغ، حول هذه التحركات العسكرية التي جاءت باتجاه مناطق بعينها، وحول مسألة الشعور، دعنا نقول بالمظلومية طوال سنوات الأزمة، المتعلق بملفات متعددة. كيف بدا لك هذا الأمر؟ أنت كنت تتحدث قبل قليل وكنت تجيب، لكن فقدنا الاتصال بك، تفضل. فعليا هذه المشكلة يعني من مستويات عدة، جزء منها له علاقة ب المستوى الاجتماعي. مكونات الأمازيغ أو مكون الأمازيغ يحتاج إلى المزيد من الخبرة
الانخراط داخل عمليه يعني اداره او على الاقل يلتزم او يتحمل مسؤوليات ما يتعلق بالجانب الاجتماعي في وان يساهم بشكل كبير جدا في الانخراط في الحوار مع السلطه ومع المكونات الامنيه والمجتمعيه في المحافظه على امن واستقرار المنطقه، وهم نجحوا في ذلك على مدى سنوات طويله، والان المزيد من الاستثمار في 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 وادخالهم في المستوى الاجتماعي في هذه المرحله سيزيد من استقرار المنطقة. المستوى الآخر مستوى خدمي، معبر رأس جدير لوحده لم يعد يكفي، 8000 مواطن أو 8000 فرد يعبر هذا المعبر يوميا، أعتقد أنه ما زال خانق، وفعلا نحتاج إلى معبر جديد. وكان هناك حديث وحوار ويعني إجراءات لها علاقة بتمهيد وتهيئة السطح لافتتاح معبر جديد، ربما هو معبر مشهد صالح بالقرب من تيجي ليكون معبر جديد ناحية تونس. معبر واحد هو مشكلة في حد ذاته، ضيق خانق، من المنطقي والبديهي أن يحصل فيه هذه الإشكاليات. مستوى ثالث هو مستوى أمني، تشكيل القوات الأمنية أو الغرفة الأمنية وبدأ عملها أو المزيد من العمل لها في المنطقة الغربية، هذا أمر إيجابي، خصوصا أنه فعلا في المنطقة في الساحل الغربي تحديدا، بالتحديد مجمع مليت الصناعي، مجمع هذا مجمع مهم جدا، هو يعني البيضة اللي تبيض أو الدجاجة اللي تبيض ذهب بالنسبة لليبيا فيما يتعلق بالغاز. المفترض أن نحافظ على عملية الاستقرار، قبل أيام حصل خرق أمني في هذه المنطقة بسبب مواجهين غير شرعيين أو غير ذلك. فأعتقد أنه نعم يحتاج الأمر إلى المزيد من تواجد عناصر أمنية وإشراك القوات الأمنية الموجودة في المنطقة في هذا الإطار حتى تستطيع الحصول على يعني منظومة أمنية متكاملة أكثر قدرة في تعاملها مع الملفات على عدة مستويات في هذه المرحلة. في النهاية نعم قبل يعني عدم إشراك تعتقد بأنه عدم إشراك المكونات العسكرية في تلك المناطق هو من عزز أو فاقم من مسألة المخاوف ونظرة الريبة إلى هذه التحركات التي حصلت؟ بكل تأكيد، طالما أنه يعني بالبديهية لا يمكن أن يعني تكلف ضابط من طبرق لإدارة منفذ المسارات البحري، ليس تشكيك في هذا الضابط، ولكن بالبديهي أنه ليس مدرك لخصوصية المنطقة وطبيعتها وظروفها وغير ذلك من هذه الأمور. لذا عملية إشراك المكونات الأمنية والعسكرية في هذه العمليات أمر إيجابي بكل تأكيد، وأعلم أنه يأتي في يعني أكيد في المنظور، من البديهي أن يكون في المنظور، لأن مرة أخرى هذه المنطقة تحتاج إلى المزيد من الاستقرار. منطقة الساحل الغربي غرب طرابلس عموما منطقة كثافتها السكانية جيدة إلى حد كبير جدا، منطقة فيها العديد من المنشآت المهمة، مسوار النفط، المجمع الصناعي مليتا له علاقة بالغاز، الشركات كثيرة ترغب في العودة للعمل. الاستقرار الأمني والاجتماعي في هذه المنطقة سيجلب الكثير من يرغب في الاستثمار في هذه المنطقة، شركات أجنبية ترغب في استكمال يعني المشاريع المتوقفة. هذه المنطقة مقبلة فعليا على تطور كبير جدا في حالة توفر حالة الأمن المجتمعي اللي توفرها المؤسسات المجتمعية والمكونات المجتمعية وتوفرها الأجهزة الأمنية. نعم قبل الحلقة هذه بدقائق سيد نبيل، نعم هناك انسحاب واضح سواء اليوم والأمس، كان هناك انسحاب للقوات التي جاءت من طرابلس ناحية المعبر، انسحاب من هذه المنطقة، انسحاب أيضا قوة أخرى كانت موجودة. الوضع يبدو أنه ذاهب إلى المزيد من الهدوء. سنأتي إلى هذه النقاط، مسألة التهدئة، مسألة التهدئة وما الذي تحتاجه حتى تدوم حالة التهدئة في تلك المناطق ولا نتجه إلى واقع يتخوف منه المجلس الأعلى للأمازيغ كما عبروا في بيانهم. سيد أحمادي، ما يفهم من كلام هنا السيد الهنغاري عندما يقول بأنه إذا كنا بالفعل نحن نريد الاتجاه للدولة فهذه الخطوات ضرورية، هذا التحرك ضروري بدل تمسك مجموعة أو مدينة أو مكون أيا كانت التسمية وفق ما يرى هو بدارتها للمنفذ. هل يبدو لك هذا الأمر وجيه حتى لا يعود الأمر إلى الوراء أكثر كما يتخوف السيد الهنغاري ولا نعود إلى مجتمع يبدو في نظره مجتمع بدائي؟ سيد دبيل أرجو أن لا تقاطعني حتى أوضح الصورة واضحة. يعني هناك نحن مع الدولة وبناء الدولة
زي ما قال الأستاذ هنقاري من المفترض بالفعل إن لما كنت بتطبق القانون كل واحد بيقول ما تبديش من جهة تانية بالربدة من جهة تانية مش حتجير الدولة، كلام منطقي. لكن المسألة اللي لازم نعرفوها جميع الليبيين إن هناك إن أزمة، الأزمة الأساسية في ليبيا للأمازيغ هي أزمة دستورية، أزمة سياسية، وهي غير منفصلة على ما يحدث الآن. رفضنا لهذه القوات هي نتيجة اللي وجودنا الآن في صلب أزمة سياسية ودستورية مع الحكومة ومع الجهات السيادية في الدولة. المسألة مرتبطة في بعضها. نحن لو نريد بناء الدولة كانت الفرصة البدائية لبناء الدولة في البداية هو من اليوم اللي بدينا فيها نأسس في لجنة تأسيس الدستور التي أقصت الأمازيغ. وإحنا أمتى بدت لجنة الدستور تخدم وقلنا لهم يا جماعة لا خلي بالله ما تناقشنيش باش نوصل الصورة، لقينا مربوطة في بعضها كلها. الهيئة الدستور أما كانت تخدم قلنا لهم راهو أنتم كيف تكتبوا دستور بدون مشاركة المكونات الأخرى؟ جميع اللي قلناه احنا ونصايحنا ونداءاتنا يا مجتمع دولي يا ليبيين راه الدول تبنى ما تبناش بالطريقة هذه، تبنى بشراكة حقيقية. طبعا كل الكلام هذا لوحوه على التركينة وداروا مسودة عنصرية وطلعت المسودة. احنا في من نفس المنبر هو في يوم من الأيام قلت لكم افتراض ان صار دستور واستفتيتوا عليه، وطبعا الأمازيغ مقاطعين للاستفتاء، كيف بتطبق الدستور في مناطقنا؟ هل بتجي نفسها بقوة عسكرية زي ما حدث اليوم وبتقول لي بننفذ الدستور عليك أنت ولازم تخضع للقانون؟ القانون يخضع للقوانين والقوانين تخضع للدستور، وأنا مش شريك معاك في الدستور. بأي عدالة أنت تجي؟ أنت ما عندك شرعية أصلا باش تطبق عليه قوانين، مع أن احنا مبدأ عندنا الأمازيغ ضد جرائم التهريب وجرائم غير أخلاقية، وليس لنا أي بيئة حاضنة لهذه الجرائم، ويمكن للقانون ويمكن للسلطات الدولة أن تراقب أو أن تتصرف مع هذا بطرق كبيرة، طرق كثيرة، طرق مراقبة البحر، طرق رفع سعر البنزين، عدة طرق أخرى، منظومات، أشياء كثيرة يمكن. لكن نحن يعلم الليبيين جميعا بأن بالذات مرحلة المنفذ مناطق الأمازيغ منذ 2012 و13 و14 كانت هناك عدة محاولات لاستعراض لقوات عسكرية لفرض سلطتها وصراع نفوذ وسلطة، وكان بدعم من دول أجنبية. نحن تعرضنا في 2014 لهجوم من قوات تتبع حكومة الوفاق آنذاك ومؤسسة عسكرية في الدولة، وكانت بأوامر دولة خارجية، ونحن على كل مدار لاقتحام المناطق الأمازيغ، وكان ذلك لفرض أجندة سياسية على السراج أو عند الحكومات أو عند الطرف الآخر. المناطق الأمازيغ دائما عرضة للمساومات السياسية. يجب أن المنطقة، الموضوع غير ليس منفصل. أنت دخولك لبنوليد أو دخولك لأي منطقة مثلا غريان أو يختلف على دخولك لمناطق أمازيغ التي لهم أزمة ولهم خصوصية لغوية وهويتية ولهم حقوق لم يتحصلوا عليها. الأمازيغ مغيبين في جميع الحوارات في ليبيا، جميع الحوارات 6-6 5-5 7-7 لا يوجد فيه أمازيغ. والآن جي تقولي والله إحنا بنطبق قانون؟ لا يا أخي، أنا اللي عندي تخوف إنك أنت حتضطهد حقوقي. أنا الآن نعود لك النقطة البكري اللي باش يفهموها كلها. أنا كأمازيغي ما نقدرش نسمي ابني في طرابلس لأنه محمي بقوات عسكرية في طرابلس، لكن نسمي اسمي في مناطق الأمازيغية، نسجلوا في أبنائنا مواليد مناطقنا، وكذلك أي تصرفات يتم انتكاهها في طرابلس. وعندما تقوم بإدخال إذا أردنا أن نبني دولة يا هنقاري، إذا أردنا أن نبني دولة نبنيها على شراكة حقيقية وعلى اتفاق وعلى حوارات وعلى قبول الآخر وعلى المساواة والعدالة. واضح سيد هشام، من يبني الدولة؟ طيب اسمح لي ننتقل إليه في هذه الحالة. سيد محمد الهنقاري، ما كان يعبر عنه، وبالتأكيد أنت استمعت إلى سيد هشام، هناك نقاط عديدة ذكرها بأنه الأمازيغ مهمشون طوال حوارات السنوات الماضية، والتعامل مع الأمازيغ يجب أن يكون له تعامل وفق خصوصية بعينها دون غيرها من المدن والمناطق. هذه واحدة. وانطلاقا مما كان يتحدث عنه، هل الحكومة أخطأت ووزارة الدفاع تحديدا في حساباتها عندما لم تشرك الأمازيغ وما يمثلهم من قوات عسكرية في هذه الغرفة،
ويقول السيد مسعود بأنه لديهم قوات بذات المهام ولم تشرك. أخي نبيل الأخوة سيد هشام والسيد أبو سعود منير، أنا لو كان في مكانكم والله المعبر ما نحط على يدي ولا نقربه. المعبر هذا سيء السمعة وجاب لكم الكراهية لكم أنتم. ليش تدخل في الأمازيغ في الموضوع؟ أنا نقول لك ليش تدخل في الأمازيغ؟ لأنك أنت ما شدتش في شيء ذا قيمة وذا سمعة طيبة قدام الليبيين. معبر يقول مسيطر. سيد محمد طلع لي الزوارة وكلها هنا. هل كنت تكرر فقط ما قلته؟ فقط تكرر ما قلته. لا 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 أود مقاطعتك، فقط أطلب منك أن تكرر ما قلته لأنه الصوت انقطع مرة أخرى. تفضل. ما أنا لو في مكان هشام ولا بسعود ولا أهل الزوارة والله المعبر بنحط عليه إيدي ولا نتبناه. الآن المعبر سيء السمعة، هذا سبب كراهية ليكم وتناديه باسم الأمازيغ. شنو مزيغ فصلة بس هو المعبر؟ ما في من كل مكان، في مساوي، في مشمال، في من الزنتان، في من كل مكان فيه. ليش انت بتتبنوا في المعبر هذا؟ المعبر هذا سيء السمعة، جاب لكم الكراهية من الناس. خوذة نام خوذة نعزكم، ماش لاني عايش معاكم وعايش كنا كل لقمة معاكم. بعدين حكاية الدستور يا أخي هشام تقول عليه الدستور، راهو لما سألنا المشري وسألنا المفوضية علاش الدستور ما ينطرحش، قالوا والله الدستور لنا المزيغ مش موافقين عليه. علقها شماعة باش يستغلها حفتر وعقيلة ونقعد البلاد معطلة يقول بذرة الأمازيغ. همت القوانين والدساتير تتغير وتتعدل مع الزمن. وبعدين الجيل الجديد، جيل التيك توك وجيل الواحد هذا ما عادش يؤمن بالإيتينيات العرقية والدينية، هذا ماشي في عالم آخر مختلف تماما. وهذا نظرية علم الاجتماع دون الاتجاه الواحد. كل شعب يمر بمراحل ما مر شعب غيره. راه أوروبا 60,000 عرق فصلها متوحدين، أمريكا 60,000 عرق متوسطها، 60 دين فصلها متعارقين. قصدي في النهاية وصلت الشعوب بعد، احنا لازم نستفيد من تجارب الشعوب السابقة. أوروبا عن 300 سنة حروب، هذا كاثوليك هذا بروتستانت اللي نعانوا فيها شيعة وسنة. الآن 300 سنة في الأخير قالوا والله نحتكموا، رفعت حوالي 80 مليون مواطن ما تفاها، قالوا والله نحتكم الله سبحانه وتعالى في نهاية يحكم بيننا. تبقى قلت يحكم بيننا، احنا نبغى تحكم بيننا دولة وقانون ودستور يحكم بيننا. ماش هذه الزوارة وهذه الزاوية مصفار الزاوية هذا كذا كذا وهذا شادي مش عارف ماذا. راهو بسمع حتى للتهريب، راهو التهريب في المنطقة الشرقية أكثر من نيب هلبة مستوى كبير. احنا هذا ما يرفع في تانك بنزين طابور غادي يزعموا في الناس ما يخلونش يمشي بس يمشي. إذا كان حتى المناطق زوار ما فيهاش تنمية وما عندهاش خدمة لشبابها توفر فرص عمل، من حقها الطالب بإيرادات من جراء الدخل المنفذ نسبية، نسبة معينة من دخل المنفذ لدير تنمية وتطور باش الشباب يلقوا وظائف وشغل في منطقتهم، سواء الجميل سواء لنا كلها مناطق هذيك الشباب يغضوا التهريب. جميل، زوارة، العسى، غيرها المناطق الردالين، كل هذه شغل ما شغل الطبيعه. حتى في المنطقه الشرقيه نفس الشيء موجوده، اولاد علي وطبر جماعه كلهم يشتغلوا تهريب لان عدم وجود تنميه في مناطقهم. وجود التنميه لا تدخل لي امازيغ ولا اعراق ولا غيره، احنا متصهرين متناسبين متجاورين ناكلوا مع بعضنا وهذا كله كذا. وثقافتكم حلوه وجميله جدا ونحبها. بالعكس زي ما قلت بكري، المجتمع تنوع الطبقات هو تقدم سياسي اكثر. الليبي ما ليبي فاهم 200 لون 200 عرق بس تتسرع التقدم السياسي والاقتصادي والازدهار وتمت هذه كلها. لكن من اين تنطلق في حديثك بانه الامازيغ كمكون متمسكين بمعبر راس جدير رغم سمعته السيئه كما تراها انت؟ اي قايد فيه يقول لك انا كما تدرس مطالبي انا هنا شاد المعبر باش خلي حد يجي يخش. انا المعبر عندي هذا يقول لك كلام هشام مفهوم منه. الناس تفهم فيك السيد هشام والسيد منير بالاسلوب هذا انك انت مش مسيب معمر الدين اللي امكاني في الدستور. طيب قبل ان تقل الى اي قبل ان تقل تهريب اخبار ايه مشاكل تهريب عصابات تهريب تستغل انت في الوضع ويستغلوا فيك واحده من الصوص. يا حاجتين هذا ما فيش انت استغلت ان الوضع هذا المشكله دي انت المعبر. انا ضد قوه ان تتحرك، هذا ضد هذا الكلام. كانت قوه لجنه مشكله برئاسه الوزراء
هي اللي استلمت خلاص تم الموضوع واتفقوا مع ناس زوارة وغيرها متفقين راهو كل في علمك متفقين والامور تمام. دخلت القوه اللي نزلت من غريان هي اللي اخذت الموضوع وخرجت والحمد لله ما صار شيء. سيد ابو سعود واضح سيد الهنقاري سيد ابو سعود من غير العقلاني يرى السيد محمد الهنقاري ان يتمسك الامازيغ بمعبر راس جدير رغم سمعته السيئه وبالتالي يصدرون عديد التصريحات والاراء حول هذا المعبر وحول وجهة تحرك القوات باتجاهه لاستعادة السيطرة ومعالجة على الأقل الإشكالات والإخلالات. قبل أن تجيب سيد أبو سعود وأتيح لك المجال اسمح لي أن أذكر فقط بالأخبار العاجلة التي نقلها لنا السيد معاذ المنفوخ قبل قليل بصفته المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي والتي نشرتها الغرفة قبل قليل عبر صفحتها بفيسبوك. ما قاله الرائد المنفوخ بأنه ليس هناك نية لاستهداف مكون الأمازيغ أو أي مكون آخر وأنه الشكاوى وردت إليهم بحدوث خروقات وعمليات تهريب داخل معبر راس جدير بناء عليه شكلت الغرفة قوة مؤقتة لتأمينه وتمكين أجهزة الدولة من تنفيذ قراراتها وأنه الغرفة أنشئت بقرار من الحكومة من وزير أو رئيس الحكومة بصفته وزير للدفاع عبد الحميد دبيبة وهي تضم مؤسسات عسكرية تتبع مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية والدفاع وأن التأمين الدائم لمعبر راس جدير سيكون لأجهزة الشرطة ومؤسسات الدولة الأخرى والتأكيد مرة أخرى على أنه هذا التحرك لا يستهدف به أي مكون سواء الأمازيغ أو غيره من المكونات وهذه العواجم مشاهدين وتتابعونها الآن أسفل شاشة ليبيا الأحرار. مرة أخرى سيد منير أبو سعود أذكرك بما قاله سيد الهنقاري فيما يتعلق بأنه لما الإصرار على التمسك بهذا المعبر رغم ما فيه من خروقات وانتهاكات. كلام السيد الهنقاري تؤكده الغرفة وبشكل آخر تقول بأنه هناك عمليات تهريب داخل معبر راس جدير وأن الأجهزة الشرطية والأمنية هي من ستتسلم هذا المعبر لا قوات عسكرية. سيد أبو السعود بالنسبة للمعبر احنا المعبر خلينا نعالجوه من زاويتين زاوية التهريب وزاوية العبور. المعبر أول شيء احنا متمسكين به مش لأن احنا نبغى نتمسك به هو أصلا جزء من البلدية جزء من جغرافية البلدية فهو واقع تحت نطاق الحدود الإدارية لبلدية زوار الكبرى فبالتالي هو يعني تحصيل حاصل هو موجود في المنطقة في يعني تحت إدارة البلدية لكن احنا إذا كنا جينا للمعبر نلقوا أكثر من 90% من اللي يشتغلوا من الجهات الأمنية والإدارية ماهوش من زوار وماهوش من أمازيغ هم كلهم من المناطق المجاورة والمناطق البعيدة ويشتغلوا كموظفين تابعين الأجهزة بتاعهم فلهذا احنا يعني كمعبر ما اعتقدش ان احنا مسيطرين عليه كأمازيغ لان احنا ما نمثلوش يعني ممكن نمثل 10% من القوى العاملة الموجودة في المعبر فهذا كلام حقيقة مردود على الهنقاري. اما بخصوص التهريب طبعا التهريب موجود في كل ليبيا انا ك ك ك يعني احد العاملين في قطاع النفط سابقا نعرف ان التهريب يعني له دواعي كبيره جدا يعني على الاقتصاد الوطني ولكن هذا التهريب راهو مش حينحل بين يوم وليله والتهريب اذا كان احنا ما رفعناش الدعم عن الوقود التهريب حيستمر حتى لو جبنا القوى المشتركه حتخش مع عصابات التهريب وحتهرب زي ما صار في اي مكان ثاني فالتهريب تهريب الوقود لا بد له من وقفه من الدوله ان ترفع اسعار الوقود الدعم على الوقود وتعوض المواطن بمبالغ ماليه بحيث يصبح الوقود اسعاره يعني مقاربه لاسعار الدول المجاوره فبالتالي ما عادش يصير فيه تهريب اما اذا كان قاعد التهريب للوقود بنفس الاسعار هذه مهما غيرت حيكون فيه يعني تهريب وزي ما قال احد الاخوه التهريب في المناطق الشرقيه والجنوبيه أضعاف مضاعفة من ما يحصل في المنطقة الغربية. المنطقة الغربية كل التهريب على مستويات بسيطة جدا، مستوى سيارة يعبي تنكي يمشي يبيعها ويجي يعني لأنه هو ما لقاش شغل. توفر له مواطن شغل للمواطن
في هالمناطق هذه دائما المناطق الحدوديه اذا كان ما وفرتها الدوله ما وفرتش مناطق شغل لاهل المناطق هذه هيتجهوا الى التهريب، التهريب مش حينتهي الا بانتهاء اسبابه. اسباب هي عدم وجود عمائل اماكن كافيه لتشغيل الشباب، تدني اسعار الطرقات بشكل كبير جدا بحيث يعني تصبح يعني حتى نفهم منك اكثر الاشكال الاخر الان، انه طالما انه الاجهزه الشرطيه هي من ستتولى عمليه تامين المعبر وادارته وكما كانت عليه سابقا، وهذا ليس الامر بجديد، هل الامازيغ اليوم كمكون يطالبون بان من يجب ان يدير هذا المعبر هو من مكون الامازيغ؟ حتى تتضح الصوره وربما تتبدد الاقاويل ان كان هناك اعتقاد لدى البعض بان الامازيغ كمكون يودون السيطره او اداره المعبر، حتى نوضح هذا الامر. إذا كان عندنا ناس قادرة أنها تدير المعبر وعندها إمكانيات أنها تدير المعبر، ليش لا يعني؟ فإحنا كمواطنين في ليبيا إذا كان وعندنا ناس قادرة أنها هي تشتغل وتكون يعني وتكون في مناصب عليا، وبالتالي إحنا مواطنين ليبيين يعني ممكن يكون فيها أمازيغي يمسكوا المعبر، وفي أمازيغي يمسكوا حتى معبر بنغازي مثلا سلوه، ليش لا يعني؟ إذا كان هي دولة قائمة. نعم واضح. سيد إبراهيم بالقاسم، مسألة هذا التحرك العسكري والذي أصدر الرئاسي أوامر على جميع القوات بأن تنسحب وتغادر المواقع باتجاه زلطن كما ذكر السيد معاذ المنفوخ، والغرفة استجابت لأوامر الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، خطاب الرئاسي يبدو لك أنه جاء للتهدئة أم جاء لرفض سلوك الغرفة وتعاطيها مع الأحداث منذ اللحظة الأولى؟ كيف يفهم بالنسبة لك؟ دور الرئاسي بشكل مباشر هو تحقيق المصالحة، تحقيق الحد الأدنى من المطلوب ل يعني تحقيق الاستقرار السياسي والاستقرار على المستوى الاجتماعي إلى حد ما، باعتباره أنه هو من يتولى بشكل مباشر ملف المصالحة الوطنية. نعم هذا الانسحاب إطلاقا ليس له علاقة بأداء عمل الغرفة المشتركة. مرة أخرى هذه الغرفة مشكلة بحد ما من مكونات عسكرية وأمنية وأجهزة أمنية مختلفة، وهي تنفذ أهداف واضحة وصريحة وتوجيهات من الغرفة اللي شكلتها رئاسة الوزراء. لكن في هذه المرحلة فعلا نحتاج الأمر إلى المزيد من الحوار، لأنه بشكل واقعي ما يتحدث عنه الهنغاري واقعي جدا، المنطقة مقبلة على تنمية، وأن هذه الأخبار وهذه التقارير وهذا المواقف المتصلبة، ونحن صراحة سنرفض أي توجه لوجود أي عنصر من خارج المنطقة وسنواجه بالسلاح، هذه رسائل سلبية يعني اتجاه ليبيا ككل مش المنطقة الغربية فقط، وهي يعني تجعل من المنطقة الغربية في أو الساحل الغربي عموما منطقة صراحة موبوءة بصراعات غير حقيقية. هذه المواقف يمكن معالجتها من خلال الحوار. نعم هناك مطالب مشروعة للمكون الأمازيغي، مطالب لها علاقة بتمكين سياسي، بإيجاد فرص عمل لأبنائهم، لشعورهم بأنهم فعلا عنصر منتج وفاعل في المنطقة. وعلى فكرة حتى معبر رأس جدير فعليا مدير المعبر ليس من مكون الأمازيغ، أو بالأصح ليس من مناطق الأمازيغ، هو من غريان أعتقد، واللي قبله كان من طرابلس، وقبله كان من الزاوية، يعني عملية تداول لإدارة المعبر، وأنه فعلا هذا المعبر في حد ذاته هو معضلة في الخدمات اللي يقدم فيها، ونحتاج إلى المعبر الجديد هذا مشهد صالح، ومعضلة أخرى لإشكالية المجتمع المحيط. نتكلم 400 ألف نسمة محيطة بمعبر رأس الجدير، نتكلم عن زلطر، الدليين، جميل، عجلات، زوارة، صبر، المنطقة كثافتها السكنية عالية جدا، وأن هذه المنطقة تحتاج فعلا للتفكير خارج العقلية أو الذهنية القديمة، الوزارة خير من المطار، خير من 100 وزارة، والمعبر خير من مش عارف. يعني هذه العقلية يجب أن نتجاوزها. المنطقة مقبلة فعلا عن فرصة على فرصة حقيقية الآن لتنمية، مشاريع التنمية تعمل في منطقة الساحل الغربي وفي زوارة وفي حتى مكونات الأمازيغية، نرى الطرق، عملية إعادة أو عملية شق الطرق الآن والطرق الجديدة موجودة هناك، عجلة تدور. الأخبار من هذا النوع والتصعيد بهذا الشكل أمر خطير جدا. نعم. الآن الرئاسي أوقف حالة التصعيد الموجودة وفتح المجال للحوار المباشر مع مكون الأمازيغ. نعم. لا يجب خلط الملف ببعضه. مسألة الدستور تحل في بشكل بعيد كل البعد الآن عن السلطات المحلية، فهي غير منتخب،
لكن تعطي مجال للحوار على مستويات اقل. ما تجيش تكلمني على دستور وتسكر لي تسكر الطريق يعني وتجعل من ملف او من قضيه بسيطه وربما حتى تكون يعني سطحيه جدا لا اساس لها وتستخدمها كخميس عثمان لتحقيق مكاسب سياسيه بعيده. يجب على الكل الان ان يتحلى بمسؤوليه ويتحلى فعلا يعني انت اشرت الى انه لا تستخدم شبهتها بقميص عثمان الهدف منه تحقيق مكاسب سياسيه بعيده. أنا حتى اوضح هذه المساله، هناك من يستخدم دائما هذا السلوك. عندنا كلام محدد يا سيد ابراهيم، لا تقدم لي كلاما مرسل وانا ابحث عن الجهه التي تود ارسال الرساله لك اليها. هناك مطالب مشروعه لمكون الامازيغ، هناك مطالب مشروعه لمكون الامازيغ، واعتقد ان الكثير من الليبيين يتفقوا فيهم مع هذا المطلب. وفي نفس الوقت الامازيغ ليس مهمشين في ليبيا بالطريقه التي يسوقها البعض. في يوم من الايام كان هم رئيس الدوله والمحكمه العليا، نقول المساهمين ما هم المكون الامازيغ ومن زواره، المحكمه العليا كان كمال دان قبل فتره بسيطه، يعني فكره انه ليس مهمش بشكل تام، ولكن ايضا لديه مطالب مشروعه يجب التعامل معها. في المقابل عمليه التصعيد واستخدام السلاح او التهديد بالعنف في المقابل رفض او تأييد اي قرار، مساله يجب ان ترفض، يجب ان تكون هناك قنوات اخرى. نعم. بعيدا عن هذا السلوك لحل الاشكاليات، الحوار المباشر مع السلطه الاعلى المجلس الرئاسي على مستوى القائد الاعلى، والحوار الاوسع على مستوى المجتمعي سواء ايضا المجلس الرئاسي باعتباره ملف المصالحه ومفوضيه المصالحه الوطنيه، والحوار مع المباشر مع باقي المؤسسات هو ما سيكون اكثر انتاج. الامازيغ موجودين في هذه الحكومه، عندهم وكلاء وزارات ووزراء موجودين فعلا في هذه الحكومه، وادعاء انهم غير موجودين مساله غير حقيقية وقد تعطي رسائل سلبية. نتضامن مع الأمازيغ مرة أخرى لديهم مطالب مشروعة ومن حقهم أن يطالبوا بها، لكن أحيانا نختلف في مسألة السلوك. السلوك لن يصل إلى الوصول إلى هذه النقطة. واضح تماما سيد إبراهيم. لم يتبقى مع الكثير، كنت أود أن أمنحك وقت آخر وقت إضافي، أنت وبقية الضيوف، لكن نحن ملتزمين بوقت محدد والإشكال في الصوت كان معك منذ البداية. سيد هشام حمادي، هناك نقاط متعددة سواء ما هو متعلق بحديث سيد إبراهيم بالقاسم بأن هناك بعض من الأمازيغ يتحدثون عن هذا الإشكال الحاصل الغرض منه تحقيق مكاسب سياسية على المدى البعيد، القول بأن الأمازيغ مهمشين وليس لديهم أي مسؤولين يعبر ويمثل مكون الأمازيغ هو مجرد ادعاء لا أكثر، وبالتالي أنا أسألك عن الضمانات التي تعتقد بأن الأمازيغ يحتاجونها حتى يتجه المناخ في هذه المنطقة ككل نحو التهدئة أكثر، ولا تحدثني عن مسألة الإشكال السياسي، لأن لو فتحنا بابه بالتالي هناك أسئلة ستسأل وأنت لديك ما تجيب والوقت ليس معنا، فهو ضدنا في هذه الحالة. أولا بالنسبة للمسألة التي قال عليه ضيفك إبراهيم بالقاسم بأن مسألة الدستور هي مسألة سطحية، هذه هي الأسباب وهذه هي الأفكار والعقلية التي جعلت الأمازيغ خارج حضن الوطن أو لم يكن من ضمن شراكة حقيقية. هذه المسألة ليست مسألة سطحية، هي مسألة مصير ووجود للأمازيغ بالنسبة للدستور يا سيد إبراهيم. هذا حق أبنائنا وأبناء أبنائنا وأجيالنا وأجيال السابقة، ليست مسألة، أرجو أن تصحح من كلامك، وهذه مسألة شعب حضارة وتقام، وهي مسألة مصير حياة أو موت بالنسبة للدستور للأمازيغ. هذه أول نقطة، ليست مسألة سطحية، ليس مسألة سطحية. أما بالنسبة للمعبر، أما بالنسبة لمسألة المعبر، بالنسبة للمعبر لما اقصد سيد ابراهيم، سيد ابراهيم بالنسبه للمعبر، المعبر هو اللي داروا الشمعه عندنا يا جماعه، حريم المعبر هذا ليس هدف لينا ولا نبني المعبر، انما الحق ان المعبر هذا جاء في ارضنا في ارض الامازيغ، ما في مشكله. واضح سيد ابراهيم، اسمح لي ما تكلموش عن المعبر سيد هشام، المعبر الان اسمح لي فقط، اسمح لي فقط، المعبر توجد فيه جميع الاجهزه الامنيه والاجهزه الشرطيه، ونحن اللي يمسك المعبر ان شاء الله يكون حتى من فقط من باب التدقيق. هو يقول لك سيد ابراهيم، سيد هشام حمادي تسمعني، رجال قانون ونعرفوا ان ما تكلموش، لا عندك لا جميع الاجهزه يمكن تجي وتكون حاضره في راس جدير. سيد ابراهيم لا عليك، لا عليك، فقط اسمح لي، انا ساتولى مهمه القوات العسكريه في منطقه امازيغيه، حتى فقط طيبت النقاش، بدون ان يكون هناك ضمانات بالفعل سياسيه. الموضوع سياسي مرتبط بحقوقنا ارتباط كامل، رفضنا سبب عن تهديشنا طبعا. ما تجيش ما تقوليش توا مساله افصل، لا مربوط، انت تعلق على كلام
انت تعلق يا سيدي هشام، هي التي تحقق الاستقرار. انت لا تتحدث الى ذاتك اسمحي. ان المشاركه لجميع المكونات هي التي تحقق الاستقرار في بلا وبناء البلاد، هذه حقيقه. امريكا ام تاسست بضمانات، كان الاسلحه موجوده في كل الولايات المتحده، ولكن عندما اتفقوا على دستور ضمنوا في الدستور حتى الاسلحه التي موجوده في مناطقهم في الولايات، ما زالت ولتويا مصديه موجوده في المخازن بحكم الدستور، ضمنوا حتى المسدسات نتاعهم، وخشوا في شراكه وانشاوا دوله عظمى زي امريكا او دوله عظيمه لم تقعمزوا الامريكيين، وداروا مساواه واعترفوا بالجميع وداروا مؤسسات. انت لما تكلم لي مهم الامن، اراه اسمع خلي يكونوا واضحين، اراه خلينا حتى حفتر جي، اراه حفتر لو خش لطرابلس اراه حيضبطها امنيا، اراه باش يكون جميع الليبيين يعرفها، اراه لكن احنا رفضنا نظام عسكري ولا هذه، خلينا اراه حفتر لو خش ليبيا حيضبطها عسكريا زي ما ضبطها القدافي كانت مضبوطه، لكن الموضوع ان شماعه الامن تربطها على حساب حقوق وحساب حريات، هذه لا، الامن مقابل انني اتنازل على حقي وحرياتي وحقوقي المشروعه، ما فيش مساواه، ما تساومنيش بامن مقابل تنازل عن حقوقي مربوطه، بس انا مربوطه في معركه هنا سيدي هشام، اسمح لي فقط. انا مربوطه في مابط سيدي هشام يا سيدي، احنا نبغى نكون الحوار حتى يكون الحوار واضح، ما تربطهاش مساله حقيقيه واساسيه ومنظم اكثر، يجب ان نقوم على التعدديه، لازم دوله ليبيا لازم تتعدد الى الغير كما يستمعون اليك يا سيدي، انت يا سيد تتكلم على الدول الاخرى، سويسرا فيها خمس لغات، 5000 شخص عندهم لغه رسميه، الدول الحديثه والدساتير الحديثه. الى حين نستطيع السيد هشام حماد الاستماع الينا بشكل واضح؟ المسألة سيد إبراهيم بالقاسم، عندما يستطيع سيد هشام حمادي يستمع إليك سأعود لك مرة أخرى، لكن في هذه الحالة هذا الأمر غير ممكن. سيد محمد الهنجاري المتعلق الآن الوضع بأنه التهدئة الآن في هذه المنطقة، طالما الغرفة استجابت إلى 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 قرارات ومطالبات الرئاسي. سيد هشام تسمعني الآن قبل أن أنتقل للسيد الهنجاري؟ عفوا أعدني السؤال، بالله أعدني السؤال. لأنه هو أنت لم تسمح لي حتى أسألك ولا أن أوضح لك. أنت ما كنت تتحدث. سامحني سامحني. طيب السؤال ما كنت تتحدث عن فقط نيابة عن السيد إبراهيم، هو كان يقول لك وأنت لم تستمع إليه بأنه مسألة قضية الأمازيغ ومطالباتهم لم يقصد بأنها سطحية، إنما ما قصده بحديثه بأنه الحديث عن إشكال هذا المعبر وما جاء فيه من نقاط ونقاشات هو مسألة سطحية في مقابل عديد النقاط الشائكة التي هي بالفعل يرى بأنه هناك حاجة للحوار بشأنها، لكن يطالب بأنه يتم الخلط بين الأمرين. هذا ما كان يود الحديث عنه سيد هشام حمادي. ويبدو أنه صلب في الفهم سيد هشام، مش أكثر. هناك سوء في الفهم. طيب واضحة بالنسبة واضحة تماما النقطة بالنسبة لك سيد هشام حمادي، حتى فقط اسمح لي نذهب إلى السيد محمد الهنجاري. النقطة أنت قلت ما تريد حتى وإن كان فهمك خاطئ، اسمح لي في هذا التوصيف. لا. أنت قلت ما تريد قوله، والوقت لا يسعفنا الآن في هذه الحالة، والنقاط تبدو واضحة في نظر على الأقل الضيوف والسادة المشاهدين. سيد محمد الهنجاري الهواء لك، تفضل فيما يتعلق بماذا يجب على الحكومة الآن العمل عليه حتى تتم هذه التهدئة وتدوم والوقوف على مطالبات مكون الأمازيغ والعمل على حلها. أول المشكلة هذه متكررة دائما وحتنتهي بإذن الله، يعني كذي تتهي وفهموا الشباب في بعضهم وبعضهم في مفاهمات، يعني بعدين الحكاية مش محكاية وقود، نتكلم داخل بكري تو الوقود ما سيش وسيط، تو الهجرة قارب الهجرة قل حاجة أو قارب في الأسبوع 150,000 دولار، كيف بيقتلش ويطلع لك 60 كذا. المسألة الأخ هشام، الديمقراطية بالأغلبية، تصويت بالأغلبية، وهذا أعتقد صالحك إذا كنت بمفهوم الربح والخسارة أو مفهوم البقاء في العيش الكريم والمساواة وغيرها، يعني أقلية 3% من عدد السكان تفرض على الأغلبية، هذا كلام غير منطقي في الديمقراطية وخصوصا الديمقراطية الكلاسيكية. ولكن في الديمقراطية الحديثة لابد من أخذ رأي
المكون لو كان يعني يمثل تمثيله بسيط، هذا موجود الآن في الديمقراطية الحديثة، ولكن لا يفرض آراء. بهي أنت أخذت بتبيه، أخذت تدرج صغارك بتدرسها بتديرها كذا، كتبت درت كتيبة كتبها في شعر في زادونا كتيبة في الجوازات، غلقت العالم على المنفذ، درت كلمة زاد في التالي عاداتك وتقاليدك تمارسها بكل حرية وفيش حد يعملك، بالعكس كنا نفعوا بها الأمور هذه. ليش معرق الدولة؟ خليت روحك أنت شماعة اللي حفتر وغيره شماعة، بدل تقول حرب حفتر أنت خليت شماعة، قال لك الدستور ضد فنجي ولا كذا، وما تقدرش الاستثمار المفوضية قالت رفضت الأمازيغ رفضينا وإحنا ما نقدرش ننزلوا، داروا يعني مبرر يعني على قولكم يعني شيء يعني مبرر وسبب في 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 تعطيل البلاد والموت والبحر وتعطيل الدولة، هذه في مشكلة تقدرش عليها نمشي معك توا وبعدين نعدل المشكلة، عدلت الدستور أمريكا عدلت 15 20 30 40 مرة، الدول كلها تعدلت الدستور، يعني ستم انت حاجات أساسية خذيتها ثم زال آخر يعني كل ثانوي ديار يعني بس استغل استغلال اللي صاير وضع حالي وتحط ايدك على المنفذ، بعدين المنفذ هذا الدولة الليبية انت حدودك الإدارية انها حدود تقدر الدولة تفصل الحدود. الحاجة الأخرى نتكلم عليها هو سبب كل التنمية، أنا مع الشباب في زوارة وفي الدارير وفي الجمال والمناطق الحدودية، مستحيل يعني ياخذ عمل في طرابلس، العمل موجود وين في طرابلس أو من الزاوية برا غادي فيها عمل يجيب 90 كيلومتر 80 كيلومتر مع هذا السيارة، مستحيل حتى قطار ما فيهاش، وهذا السبب عدم الوجود. الشباب من حقهم يدعكوا يقول لك احنا نديروا مساكن قدام مليتا نبغوا نشتغلوا في مليتا غصب عنك، فصلتنا نشتغلوا من حقهم، هذا شيء طبيعي لان ما عندهاش مش معقوله بيجي لطرابلس كل يومين 90 80 كيلومتر يجي لان مريش عنده حالته باهيه اموره طيبه هذا يجي، لكن الشاب مسكين متخرج جامعه شو بدير يقول نخدم شرطي بتحطني في طرابلس انا معاشي 400 500 ولا 1000 جنيه ما يجيب لي السياره تو السياره ولا 70 80 30 30 من الجبال طرابلس جاي كل يوم تتقرب قصدي مستحيل. الشيء الاخر المفروض المفروض لحظه بس اخي دليل هذا مهم جدا، الطاقم اول الطاقم اللي في المنفذ في راس جدير سواء من الجوازات او من الداخل او من الجمارك وغيرها مفروض كل 6 شهور يتغير ينتقل لمكان حز الدول اخرى، 6 شهور فقط ويتغير. هذا الحل الصحيح للمنفذ هو التغيير كل 6 شهور، اما يقعد في منفذ 6 7 سنين وغيرها رفع الفاريات كلها وخدمه وفلوس راهو داخل غير عادي راهو تخرج غير عادي، واضح تماما. ما قلت لك سمعة سيئة من التهريب من كل شيء. رجالات يعانوا مشاكل تهريب المخدرات، زاوية النفطة، بنزينة، زوار من قربوني لعند زوارة، هذا كله خط تهريب بشر. واضح سيد محمد الهنقاري، اسمح لي نسمح لي فقط أنا قبل أن أختم أن أعطي حق الرد فقط للسيد هشام حمادي طالما ذكر اسمه في حديثك قبل قليل. سيد هشام حمادي في عجالة أتمنى منك أن ترد وتلخص النقاط إن كنت وذلك في عجالة فقط. أنا مش عارف أوضح إن الهنقاري إن الموضوع مبدأ الديمقراطية اللي يتكلم عليه الديمقراطية فهمينا بمفهوم تقليدي وهو مفهوم الأغلبية. يا سيدي الديمقراطية ليس أن تمارس الأغلبية وتضطهد الأقلية، يا سيدي اعتبرنا أقلية، هذه الديمقراطية تقول لي 3% 3% تاكل حقي يعني 3% معاش عندي حق معاك يعني ها يجب ان نفهم ان 3% ولا 4% ولا ان شاء الله حتى 1% هذا حق ما عندهاش علاقه بالعدد بالعدد. انت لما بتبني دوله ليبيا لما بتبنيها انا شريك معاك ومن حقي انني وانا ما طلبتش حاجه مخالفه للمعايير الدوليه. أنا الحاجة اللي طلبتها لما قلنا طلبنا الحاجات متاعنا طلبناها أراه جميع دساتير الحديثة في ليبيا. أنت مقعمزين الساسة متاع الهيئة ومقعمزين الساسة متاع اللجان ما داروش أي اعتبارات أو حساب وما داروش الحساب للعواقب، وإحنا قلنا من هذا المنبر إن أراه إن أنتم عندكم فرصة إنكم تبنوا ليبيا. إحنا شركاء مدينا إيدنا مع بعضنا كلنا مع بعضنا خلي نأخذ حقنا، قالوا لنا أعلى من خيركم بالليبيا أعلى من خيركم أكبوه قالوا هالنا هيك السياسيين. هذا الواقع توا أنت جيت تساوم فيها بتقول لي الحق مش مربوط بالعدد يا سيد الهنقاري. وبعدين شماعة المعبر يا جماعة المعبر هو إحنا اللي انضرينا الامازيغ وين نمشي يقولون انتم مهربين يا جماعه ماشي المناطق الحدوديه في كل دول العالم
يا جماعة عملية عرقية. وصلنا للختام يا سيد محمد أنقاري. سيد هشام حمادي وصلنا للختام. أعذروني بقية الضيوف لأنه لا فقط من باب إعطاء حق رد لكل ضيف، لكن الوقت الآن انتهى ومددنا حتى وقت إضافي على الوقت الأصلي لهذه الحلقة ككل ليلة. أشكركم شكرا جزيلا. معنا سيد محمد لنكاري المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من الزاوية. وأشكر ضيفي أيضا عضو المجلس الأعلى للأمازيغ سيد منير أبو سعود. أعذرنا سيد منير، والله الوقت انتهى، كان بودي نرجع لك على الأقل نص دقيقة بس على الأقل. في ثواني فقط، في ثواني، تفضل. في ثواني، أنا غير بس حبيت نوصل رسالة أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، أولا باسم المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا نشكر القائد الأعلى للجيش الليبي على قراره الأخير للتهدية، وإحنا كمجلس أعلى لأمازيغ ليبيا لنمثل المكون الأمازيغي في ليبيا نحتاج إلى حوار واسع مع الحكومة ومع المجلس الرئاسي، فأرجو من المجلس الرئاسي والحكومة أن ترى بعين لهذا المكون ونبو نقعمزو ونهدرزو ونناقشو، يعني في مواضيع مهمة جدا مفترض فيها تناقش مع الهيئات هذه. نشكرك شكرا جزيلا سيد منير أبو السعود عضو المجلس الأعلى للأمازيغ، كما أشكر ضيفي الكريمين المحلل السياسي سيد إبراهيم بلقاسم كان معنا عبر سكايب من القاهرة، وشكر موصول لضيفي الناشط المدني سيد هشام حمادي. نشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، دمتم بالخير.